لم يفكر الابن عروة عزيز العبرة من مدينة راهط مرتين حين قرر بأن يتبرع بإحدى كليتيه لوالده عزيز لينهي معاناته الطويلة مع الغسيل الكلوي المتكرر إثر إصابته بالفشل الكلوي. وهكذا ضرب الابن الشاب أروع أمثلة الوفاء وبر الوالدين. إنها قصة تعكس واحدة من أسمى معاني النبل والإنسانية. فالمتبرع الابن أراد بتبرعه هذا أن يرد بعض فضائل والده عليه ويعبر له عن مدى حبه وتقديره له بعد رحلة بحث شاقة عن متبرع ملائم. ولي 5 سنين بعاني من المرض هذا الفشل الكلوي، وسوينا كل المستحيل، يعني مشينا على تركيا وحاولنا نسوي نزرعة في تركيا وما في قسمة، والحمد لله أنا مشيت في المشروع هذا وسويت كل الفحوصات وكل شيء الحمد لله ملايم، وتوكلت على الله وإن شاء الله ربنا يوفقنا لهذا الشيء. شعور لا يوصف الحمد لله، هذا من فضل الله، متوكلين على الله إن شاء الله. جيت على سلوكة، اجتمعتوا مع الأطباء؟ قعدنا معهم وسوينا كل الفحوصات وحكينا في الموضوع، وإن شاء الله كل شيء يمر بخير، توكلين على الله. الوحيد من أفراد العائلة اللي طلع مناسب ملائم للتبرع بالكلية؟ أنا أول واحد مشيت في الموضوع هذا، وتمنيت من ربنا أن أنا أكون الملائم، والحمد لله ربنا وفقني لهذا الشيء. الأمر مش سهل، بس الواحد بيشعر بارتياح، آمن بالله وأبوه أول شيء. الحمد لله، هذا من يعني من كث يعني من الدين والإيمان، يعني الشيء هذا يعني بآمن بربنا وبآمن في الشيء هذا، والحمد لله رب العالمين وفقني لهذا الشيء وبفتخر في هذا الشيء. كمان لو بقدر أطعي يعني الكلوتين كان طعيته، والحمد لله. يعني صعب علي أشوف أنا بغسل غسيل الكلوي 3 مرات في الأسبوع، صعب صعب كثير، وإن شاء الله بد نسوي لشيء ما حد سواه. أفراد العائلة تقبلوا هذا الشيء، كيف أبوك تقبل هذا الموضوع؟ إيش أقول لك، يعني الحمد لله مش بيده، هو كمان بيتعذب، يعني بيتعذب من الغسيل، و يعني مجبور ما بيقدر يرفض الشيء هذا. وانا وناشد يعني الكل يعني يمشي في الخطوه هاي، والحمد لله. يعني انت بتنقض بين ادم كذا، وهذا اجر عند ربنا كمان. يعجز الاب عزيز العبرة رميلي عن وصف شعوره ازاء العمل النبيل الذي قام به ابنه لانقاذ حياته بعد صراع مرير مع المرض. والله صراحة شعور عظيم جدا، يعني ايش اقول لك، بعد هيك ما في كلام، يعني الواحد بحس حاله يعني اذا ابنه ما بده يعطيه من بده يعطيه، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما وفرتوا شيء، حاولتوا تدوروا في كل المحلات؟ بالفعل طلعت 3 مرات برا تركيا وقعدت حوالي شهر هناك، وللاسف ما مشي معي الحظ، ورجعت وبجا وقت الكورونا وما قدرت ارجع كمان مره، وقررنا الولد لحاله البلد منه، يعني هو اللي يزام الاشياء زي هاي، وتقدمنا الحمد لله وسوينا الدكوت وطلع ملايم الي والحمد لله رب العالمين. احنا متقدمين، واليوم وصلنا للدكاء زي ما بقولوا الدكاء 90 دقيقه 90 صراحه تغسيل صعب شوي، إن شوية الواحد بيتعذب شوية وبيتألم وبيتعب وبيحس في التعب، وأنت عارف يوم عايش ويوم لا، يوم عايش ويوم لا، ويعني شاف الولد شافني هيك وضعه، وهو اللي اقترح الأشياء زي هاي. الحمد لله تكرم الله، وأنا أحسن من غيري، يعني في ناس كثير هيك ما عندهم مجال إن يكون عندهم أبناء يتبرع لأمه، وأنا من هذا اللحظة بقول للشباب، كل واحد عنده والد ولا أخ، ما فيها إشي، ما فيها أي سبب إنه ما يتبرع، عادي بعيش عادي عادي عادي، والحمد لله تكرم الله، متكلين على رب العالمين.
فرق شاسع بين أن يتلقى المريض كلية من إنسان لا زال على قيد الحياة أو إنسان قد فارق الحياة. وعن هذا الفرق يتحدث الطبيب البروفيسور يوسف حبيب من مستشفى سروكا. זה נושא אחר של השתלה מן החי. השתלה מן החי זה דבר נפלא. זה סיכוי הצלחה גבוהים ביותר, כי לוקחים את הכליה שהיא בתנאים טובים, מעבירים אותה מיד למקבל. וזה, אם אמרנו קודם שהתרומה מן המת זה הצלת חיים, קל וחומר שהתרומה מן החי היא הצלת חיים, מכיוון שהכליה הזאת יכולה להחזיק מעמד שנים רבות ובתנאים מצוינים ולתפקד בצורה פנטסטית. ולכן אותו אדם שתורם, אם זה לקרוב משפחה או אפילו לפעמים לאדם זר, זה תרומה בלתי רגילה, זה ממש ממש לתת חיים. עכשיו החיים שלו נמצאים בתוך המקבל, וזה הקשר הכי חזק שיכול להיות. אז מבחינה, ברור שמבחינה משפחתית ומבחינה רגשית זה דבר יוצא מן הכלל, אבל אני יכול להגיד שמבחינה רפואית זה משהו שלא קיים ברפואה. שבבת אחת אתה מרפא את כל הבעיות, זה דבר מאוד נדיר. למשל, אם אתה בלב אתה עושה ניתוח מעקפים, זה לא משהו חדש, אתה מתקן מה שיש בעיה, אבל כשאתה משתיל כלי אתה נותן איבר חדש שמתפקד בצורה פנטסטית, זה ממש לתת חיים חדשים. قبل دخول غرفة العمليات حرص الأب وابنه على عناق حار، عناق أكثر ما يجسد مشاعر وعواطف جياشة للحظات ستكون فارقة في حياة الأب وابنه. الحمد لله إن شاء الله متوكلين على الله، وهذه لحظة تاريخية أن يتبرع على الوالد، وإن شاء الله كل شيء يمر بخير إن شاء الله. الله الطاقم تشفى صاروخ كلهم على المعارضة. بالسلام هذا نحن مفردين את השופחן של הכליה שאותה אנחנו הולכים. בניתוח התורם אנחנו צריכים להיזהר מאוד, לא לפגוע בשום איבר סמוך או לעשות נזק כלשהו לתורם מעבר להוצאה של הכליה עצמה. בניתוח הזה מתבצע לאט ועם הרבה מאוד בקרה. כל הכבוד. מה אתה אומר? כך, זה ילדים לאבא, חייב. זה לא שאלה בכלל. זה כבוד. יפה, כל הכבוד. يشعر الابن عروة بسعادة كبيرة بعد زرع كليته في جسد والده وعودة البسمة على وجه أبيه بعد سنوات طويلة من المعاناة مع غسيل الكلى. الحمد لله كل شيء مر بخير وكل شيء كويس، ويوم عن يوم إن شاء الله كل شيء بيرجع زي ما كان إن شاء الله، وأهم شيء أبوي كويس وأنا كويس، وهذا أهم نقطة. الحمد لله الحمد لله أني تبرعت للوالد ومش متندم على الشيء هذا. أتمنى الكل يعني شيء عظيم الشيء هذا، يعني وبخصوص للوالد، يعني إذا أبوي ما تبرع لمن تبرع يعني. والحمد لله كل شيء مرة بخير، وبتمنى للكل أن يسوي نفس الخطوة. اشتاق الاقي الوالد ان شاء الله بعد العمليه واحضن ان شاء الله. التبرع بالاعضاء وبرغم انه من اسمى الصور الانسانيه النبيله، الا انه لا زال بمثابه ظاهره خجوله في المجتمع العربي، اذ يواجه المشرفون على هذا العمل الانساني تحديات جمه في اقناع المجتمع بالتبرع بغيه تحقيق هدفهم المنشود، وهو إنقاذ الآلاف من المرضى الذين هم على قائمة الانتظار. ويرفض الدكتور عبد المنعم أبو غنيم، وهو أحد أعضاء الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية نقل الكلية من جسد الابن وزرعها في جسد الأب، يرفض شراء الأعضاء البشرية من تركيا. إن شاء الله أن العملية كويسة، شاب ممتاز زي بصحة كويسة، لازم يقوم يلف في الجسم وخلص إن شاء الله يوم يومين بموح إن شاء الله، ومن يوم ليوم أحسن. اليوم في وجع شوي، نعطيه ضد الوجع، أما إن شاء الله بكون أحسن.
نعم يعني هو العيلة هي اللي تبرعت، الابن تبرع لأبوه يعني مثال يقتدى به، هيك اللي بدنا هيك بدكم يقتدى به. لازم يكون زي كنيانتي عندنا في الوسط العربي، مش ندور لم تبرعات ونمشي على أماكن نشتري كلا. أنا بفكر إن الموضوع هذا لازم ينطرح على مستوى المجتمع، إن لازم ننهي مع الموضوع هذا، إن نشتري كلا في تركيا من ناس مساكين أو من مصر. لازم نوصل لوضع إن نقدر نتبرع على أهالينا ولأصحابنا بالكلا تبعنا. إذا بنتطلع في المجتمع اليهودي إنه الناس بيتبرعوا بكلاهم لناس ما بيعرفوهم، بالمرة ما بيعرفوهم، بسموها توما التورستيت. احنا نيات بنتبرع لابوك لاخوك لولد عمك لصاحبك. لازم نشجع الموضوع هذا، واحسن بكثير من ان نمشي ناخذ كلوة من واحد اللي ما بنعرفه او انه مسكين وبعدين ينزت على الشارع. نعم، بالنسبة لك هو عملية ناجحة؟ بالنسبة لنا لحديث الحين ان شاء الله انها عملية ناجحة. العروة وضع ممتاز، ابوه الوضع ممتاز، الكلوة بتشتغل، تعطي بول كويس، الوضع 100%. ان شاء الله يومين ثلاثة ويومين بروح، وان شاء الله ابوه كمان 5 ايام بروح. للاسف صحيح في الوسط العربي قليل جدا اللي بتبرع. انا بفكر في الوسط اليهودي يعني بتبرع لواحد ما بيعرفه ولا بيسمع منه، بتبرع لله. احنا من عينة من الاخ وهيك صعب بيشوف شيء ثقيل، وانا يعني بقترح يعني ما فيها اي شيء، تبرعوا وتبرعوا وتنقذوا يعني قريبكم وعادي، الواحد يعيش عادي يعني.